بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قضاء الله وقدره، وإن وحده سبحانه الذي لا يحمده على مكروه سواه، نحمده تعالى ونشكره في المحنة والبلاء كما نحمده في الفضل والرخاء. فقد رحل عنا إلى دار الآخرة رمزا شامخا من رموزنا الخالدين، قدم الكثير لوطنه ولشعبه وأمته، ترك أرثا غنيا زاخرا بالإنجازات والأعمال المشهودة محليا وعربيا وإسلاميا ودوليا. نستذكر بكل الاعتزاز والاهتمام توجيهاته السديدة ونصائح الأبوي التي تعكس عشقه لكويتنا الغالية وأهل الكويت الكرام، والتي تظل نبراسا هاديا لنا ونهجا ثابتا. الأخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين، تعرضت الكويت خلال تاريخها الطويل إلى تحديات جادة ومحن قاسية، نجحنا بتجاوزها متعاونين متكاتفين، وعبرنا بسفينة الكويت إلى بر الأمان. ويواجه وطننا العزيز اليوم ظروفاً دقيقة وتحديات خطيرة لا سبيل لتجاوزها والنجاة من عواقبها إلا بوحدة الصف وتضافر جهودنا جميعاً، مخلصين العمل الجاد لخير ورفعة الكويت وأهلها الأوفياء. وإذ نشير إلى هذه التحديات، فإننا نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي، ونفتخر بكويتنا دولة قانون ومؤسسات، وحرصاً على تجسيد روح الأسرة الواحدة التي عرف بها مجتمعنا الكويتي والتزامنا بثوابتنا المبدئية الراسخة. وأنني إذ أتصدى لحمل المسؤولية الجسيمة بروح الأمل والطموح، لعاهد الله وعاهد شعب الكويت وعاهدكم أن أبذل قاية جهدي وكل ما في وسعي حفاظاً على رفعة الكويت وعزتها وحماية أمنها لأمنها واستقرارها، وضماناً لكرامة ورفاه شعبها، متسلحاً بدعم ومساندة أهل الكويت المخلصين، سائل الله العون والسداد والتوفيق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.